دوار أيت بوجمعة لا يبعد كثيرا عن المجال الحضري لمدينة الخميسات، يفتقد لكل شيء. ساكنة الدوار تطالب بتوفير البنية التحتية وخاصة الصرف الصحي الذي أصبح يهدد الفرشة المائية. المعاناة ديال السكان راه باينة، انعدام البنية التحتية، التجهيزات الأساسية لا واضحة، ولا ماء صالح للشرب ولا طريق. كنبلغ دابا من العمر يعني 37 سنة ودائما يعني في هذه الحالة هذه اللي عقلت عليها أنا، وكاين الناس اللي قبل مني أجيال متتالية وهما دائما في هذا الخنز هذا، وانتم كتشوفوا المياه يعني ديال الصرف الصحي تسربت، الابار الدراري كي انتشار الاوبئه والامراض. المطلب ديالنا هو واد الحار، لاننا تنعانيو بزاف في الصيف، في الصيف والشتاء، لان الشتاء واد الحار تيكبك ديما في الطريق الكبيره ديال الحومه، والطريق هذه هي الموضوعه ديال الرهن ديال البناء والرهن ديال التشييد، لان الطريق جات في المنطقه السفلى ديال الحومه، وجميع جميع الاوساخ ديال الحومه تتكف ديك الطريق. هنا تنعدم مقومات الحياة الكريمة، وهو ما أضحى كابوسا يقض مضجع الجميع، هي كارثة بيئية تزيد من معاناة الساكنة. احنا بغينا القواد، بغينا الواد الحار، بغينا الطريق تصاوب، وولادنا كيتكرفسوا، حنا كنتكرفسوا، هادشي راه بزاف، هادشي راه بزاف، 33 عام وحنا صابرين على التكرفس كلها. الا ما بغاوش يديروا القوات يدوا عليا غير الماء ديالهم، دابا كيدخل لينا حتى لدخل، حنا جالسين والماء تيدخل علينا، ملي كيشوفوا الشتا تضرب عاد تيزيدوا هما. لا حديث لسكان الدوار الا عن العزله التي تاقلموا مع مسبباتها. اطفال بدون مؤسسات تعليميه، وازبال متراكمه هنا وهناك. أما المسؤولون المحليون فيرجعون أسباب الوضع الحالي إلى غياب تصميم مهيكل للمنطقة. احنا مع الناس ماشي ضد الناس، احنا غادي نعاونوهم باش يخرجوا من هذيك الحالة اللي كاينة عليها، ولكن في واحد التصور، واحد التصميم اللي هو غيرضي جميع الناس تماك. ودوك الناس سبقنا مشينا لعندهم وهضرنا معهم، هم يكلموا، قلنا لهم على أننا ما يمكنناش في هذا الظرف ندوزوا الواد الحار، لان ما عندناش ان بلان. نهار يكون عندنا البلان ان شاء الله كونوا ميقنين على اننا احنا غادي نديروا نلبيو المطالب ديالكم. وكلما طال امد هذا الوضع يطول الانتظار وتزداد معاناة السكان لتتبخر امالهم.